يقول فضيلة الشيخ: ويقول في حديث ما أقاموا فيكم الصلاة، يقول يعني الإيمان، وإنما ذكرت الصلاة من باب ذكر البعض وإرادة الكل، فهل هذا التوجيه صحيح؟ من أين جاب هذا الكلام؟ هذا من عنده؟ أنا ما أعرف من العلماء من قالها، فهذا ينبغي أنه إما أنه يترك هذه التشكيكات، وإلا يسعى في إزالته عن التدريس، لأن هذا ملبس في الحقيقة، أو جاهل مركب لا يدري. لا ينبغي له أنه يدخل في المسائل الكبار ويجيب أقوال من عندها ومن عند أهل الضلال ويروجها على الطلاب. نعم.